تترمي على طول. هتضيع نفسك في شرب الطرطة. سيبوني سيبوني اعيش معاها اللحظة. يا ماما بقى ما ترميها بقى في الزبالة. مش هسامح نفسي خالص لو رميتها. واحنا مش هنسامح نفسنا لو سيبناكي تاكليها. طيب اشوف وشك بخير يا حبيبتي. يلا الزبال بينفعنا. بس على الله يرضى ياخدها. منصور ازيك يا كريمه يا حبيبتي. اهلا وسهلا. كل سنه وعبد الجبار طيب. عرفنا يا اختي من الجيران انك كنت عامله له عيد ميلاد. اتكلم يا منصور. ما انا هتكلم اهو كده برضه يا كريمه. تعملي عيد ميلاد عبد الجبار وما تعزمناش؟ ما انت عارف يا منصور الواد ده الطلق جاني فيه يوم الاثنين والدايه جات لي الخميس وولدته يوم الحد. بس عيد الميلاد ده بيبقى معروف قبلها بسنه. ما تتكلم. انا هتكلم اهو. عموما برضه احنا عملنا باصلنا وجينا بنفسنا وجبنا هديه عبد الجبار. انت جايب الشمعة بعد العيد ميلاد ما خلص؟ لا دي عسلية. وللتكاليف ده باكل البسكوت اللي جبته له يوم ما اتولد لسه ما خلص. عسلية ايه يا ماما اللي انا هاكلها دي؟ انا عايز لعب. ماشي يا حبيبي العب بيها شوية ورجعها لخاله. اجري على اوضتك يا واد. لعب ايه؟ يا اختي هاتيله بجملة مصاريف عيد الميلاد. تعرفي ان حماتك بتحبك. انا كنت نازلة اديكي حتة من التورتة. حتة من التورتة؟ امال التورتة نفسها كانت تبقى ايه؟ خمس ادوار غير السطوح بتاعهم. تعرفها يا كريمة أنا بقالي كام سنة مكلتش تورتة. بس مش أي تورتة دي عمايل إيديا وحياة عينيا. مع إني ماليش في الحلم. سميرة منصور سيبها سيبها يا منصور تاكلها كلها. سميرة معلش يا سميرة جيت القضاكي. التورتة في خدمة الشعب. بقى وقت شرف. أهلا بالسادة المليونيرات. كويس إنكم لحقتوا نفسكم وجيتوا في الميعاد. بلاش البدايه الاكشن دي يا متر. خليك كويس معانا عشان نعرف نتفاهم. وايه هنتفاهم بايه ان شاء الله؟ نسبتك عن بيع الارض 1%. انا ادفع 0.5% وممدوح بيه 0.5%. 1% عموله. ايه ده التوك توك صلح الكلاكس بتاعه. ايه يا تيزا سمعنا يعني دي اللي مركزه فيها قوي فاكراها. انا عمولتي 5% بالكامل ماذا والا. لا بقول لك ايه يا باشمهندس متر. لا الا ماذا والا دي. وبعدين اوعى تفتكر يعني ان احنا هنخاف منك عشان تروح تفسد على الموضوع ده لمراتك. مش هتكسب حاجه. وبعدين اصل مش معقول مفيش حاجه تبقى عموله 5%. ومش معقول برضه يكون في حاجه اسمها عموله 1%. طب بقول لك ايه يا تيزا عشان خاطرك بس عشان خاطر عيونك وجمالك ده نسبة هنخليها 2.5%. ماشي بس بقول لك ايه بقى بلاش بقى حكاية تيزا دي. فين الفلوس؟ يا سلام. واحنا نضمن من انك بعد ما تاخد الفلوس مش هتفتل علينا ومرططب. وعايز نعمل لكم ايه يعني؟ اكتب لكم تعاهد بعدم الفتنة؟ لا انا اقول لك هتعمل ايه. احنا هنكتب معاك عقد وندي لك 500 جنيه شهرية. ايوه عشان تدفعوا من ارباح البنك بدل ما تجرحوا اصل المبلغ. لا عشان نضمن ان احنا ماسكينك ونضمن ولاءك لينا. ايوه وهتبقى المحامي الخاص بتاعنا وتيزا تعمل لنا شاي بحليب وكيكه اسفنجيه. وبما ان احنا بقى من كبار رجال الاعمال فهنرجع لك في كل كبيره وصغيره للاستشارات القانونيه اللي بتخص شغلنا. وغير كده بقى كل استشاره وليها ثمنها. شويه يا دكتور. أنا هاخد 1000 جنيه كل شهر ماشي؟ شوية مؤدب شوية مؤخر. 10 شبكة يعني 20 و20. بس يا اللي بتقرا الجرس. بس أنت برضه أستاذ عزة مش أنا قلت لك يا أخويا إن الجرس ده بيكهرب؟ أنا مش خايفة على الفاتور أنا خايفة عليك تتكهرب. ما تيجي تشوفي اللي حصل يا ست الخطبة. ايه اللي حصل؟ العروسة اللي انت جايبها لي طالبة مني 50,000 جنيه مقدم ومؤخر وشبكة. ياه دي طلعت فيها قوي. انت متأكد انها قالت الكلام ده؟ امال يعني كلام جرايد؟ الاول زعقل انا ليه؟ هو انا اللي طلبت 50,000؟ تلاقيها اتجننت ورجع لها الهابولوس تاني. هو انا الكلام ده جبته من عندي؟ ده لسه قايلهولي حالا. ده لو بنت بنوت ما تطلبش كده. اهو كده ما قلتلهاش الكلام ده ليه؟ للاسف ما قدرتش اقولها حاجه. ما عشان كده ركبت ودلدلت رجليها شايفاك مدلوق عليها من اول نظره قالت تطلع في العلالي. طب والحل يا ست كريمه؟ الحل تتقل بقى شويه سيبها كده كام يوم
تحس انك هتطير من ايديها تنزل في السعر. لا مؤاخذه يعني مفيش حل غير التقل ده يا اختي. يومين يومين بس ما تصبحش عليها. يومين ده انا بكلمها كل خمس دقايق. ما عشان كده عفوا نفذ رصيدك عندها. ايه ده انا لسه شايف. والحل مفيش قدامنا غير ثلاث حلول. لاما تتقل، لاما تدفع الخمسين باكو، لاما عملية 512 تكسيح. 512 تكسيح. تأجر لك عربية حلوة كده بمئة جنيه في خمس دقايق وتخليها واقفة قدام باب العمارة، وأول ما تلاقيها معدية تتفق مع السواق يطلع على الرابة ويروح دايسك ومكسحك. تصبح على خير يا ست كريمة. إيه يا عزة؟ ده أنت هتصعب عليه؟ ده من هنا هتبدأ العلاقة. بالراحة عليها شوية. وفيها وطول قالت التورتة كلها وما رضيتش تجيني منها حتة. بالراحة